فندم. اتفضل، دي دعوة كاتب كتابي أنا ومدحت. مبروك يا مدحت. الله يبارك فيك. يبارك فيك. احنا مش هنعمل فرح، فلازم تيجي كاتب كتاب بقى. يا خبر ابيض، ده شرف ليا. يا انت مستنيين. الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك، مستنيينك ان شاء الله. طب احنا هنمشي بقى. ماشي ماشي. انت متأخرش. لا ازاي بقى؟ ان شاء الله. والله العظيم ده حلو. يا رب الورد ده يعجبك. ميرسي. انت ما بتحبيش الورد ولا ايه؟ لا طبعا، ازاي؟ ما فيش ست ما بتحبش الورد. انا بس متضايقه شويه النهارده. مالك فيه؟ لا ابدا، الحقيقه ان انا في شغلي متعوده اكون رقم واحد، والبرنامج بتاعي كمان بقاله اكتر من سنتين في الريتنج بيطلع رقم واحد.